والآن ندعو صاحب المعالي السيد شيف شرومبيرا رئيس برلمان عموم أفريقيا لإلقاء كلمته، فليتفضل. Thank you for the opportunity. May I begin by recognizing and saluting the President of the Arab Parliament, His Excellency Right Honorable Adel bin Abdurrahman Al Somi. I salute the Honorable Speaker, who is also the host speaker, the Right Honorable Dr. Hanafi Ali El Gebali, the Speaker of the Egyptian House of Representatives, distinguished honorable speakers of national Arab assemblies and chairpersons of Shura councils, esteemed members of the Arab Parliament, Secretary General of the Arab Parliament, Mr. Kamel Mohammed Farid Sharawi, distinguished invited guests, ladies and gentlemen, comrades and friends. May I start by expressing heartfelt condolences on behalf of the Pan-African Parliament on the devastating earthquake in Turkey and Syria. على خلفية زلزال مدمر الذي ضرب سوريا والذي وصلت نسبة الضحايا فيه إلى 23,000. وأدعو الله أن يسكنهم فسيح جناته ويتغمد روحهم بالرحمة. يجب أن نجتمع الآن البرلمانات الأفريقية والعربية أكثر من أي وقت مضى من أجل أن نقدم الدعم لكي نعين سوريا على اجتياز هذه المحنة العصيبة، ونقدم كل الدعم اللازم للأسر التي تأثرت جراء هذا الزلزال. وأود أن أعرب عن شكري إلى رئيس رؤساء البرلمانيين العرب وسعادة السيدة عبد الرحمن العسومي، عادل عبد الرحمن العسومي، وذلك لتوجيه الدعوة إلى البرلمان الإفريقي من أجل أن يشارك في مثل هذا الحدث المهم وهذا المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية ومجالس الشورى، وذلك في ظل رعاية من البرلمان العربي. في الواقع هذه الدعوة التي وجهت لنا سوف تشكل منصة تسمح لنا بالانخراط مع العالم العربي ونضمن تعاونا سوف يساهم في إعادة توثيق الصلات بين البرلمان الإفريقي والمؤسسات العربية والمجالس التمثيلية الأخرى ومع كل دولة عضو من أعضاء جامعة الدول العربية. دعوني أيضا أعرب عن تقديري لاختيار هذا التوقيت تحديدا لتوجيه هذه الدعوة، والذي جاء فورا عقب دعوة من اتحاد برلمانات الدول الإسلامية، ما يشكل إقرارا من جانب العالم العربي بأهمية الاتحاد والوحدة مع إفريقيا، وذلك من خلال التعاون مع البرلمان الإفريقي. من الضروري أن نعمل سويا يدا بيد من أجل أن نجابه التحديات المشتركة التي تواجه الشعبين العربين والإفريقي، حيث أن مصائرنا متشابكة كما أثبتت المواقف. يجب أن نعمل معا ونحظى برؤية مشتركة ونتضافر من أجل تحقيق التنمية، ويجب أن يتعزز سعينا بالتعاون الاقتصادي والتنموي فيما بيننا. ربما تذكرون أنه على الأقل نصف السكان العرب موجودون في قارة أفريقيا، وثلث السكان القارة الأفريقية، حوالي 68% من العرب يعيشون في القارة الأفريقية.
في جزء من أفريقيا، و71% من المساحة الجغرافية للعالم العربي، أكرر 71% من المساحة الجغرافية للعالم العربي تقع في القارة الإفريقية. إذن من الواضح أننا واحد وأن مصائرنا واحدة، ولأسباب عدة لا أود أن أكررها هنا في هذا الصدد، عانينا معا من الغزو الاستعماري في تاريخنا جميعا، وندرك وقد قيل هذا للتو منذ قليل أن مسألة الدين وقضية الإسلام الذي يقع تحت الهجوم الآن يتطلب منا أن نتضافر معا ونعمل معا كقوة واحدة. يجب أن تتضافر قوة إفريقيا مع قوة العالم العربي، ويجب أن يشعر العالم والمجتمع الدولي بقوتنا، وذلك عند وقفتنا معا في شجب مثل هذه الأحداث، الأحداث التي توجه ضد هذا الدين الحنيف، بينما مرتكبو هذه الفضائع يتشدقون بقيم حقوق الإنسان والحريات الدينية. ولا شك إذن دعونا نتضافر معا في وجه هذه القضية. خارج إفريقيا وخارج العالم العربي تتحدد مصائرنا، ويجب أن نعمل يدا بيد من أجل أن نحتل الواجهة في قيادة سياساتنا واقتصاداتنا وثقافتنا وكل شيء. مؤخرا كانت مصر أيضا عرضة لهجوم من برلمان الاتحاد الأوروبي، وذلك على إثر رفضها الإقرار أو السماح بذهاب المثليين إلى حضور قمة المناخ التي عقدت في شرم الشيخ وقيامهم بأي تظاهرات. كلنا مدركون لما يهدفون إلى تحقيقه من وراء هذه التحركات. بالإضافة إلى ما شاهدناه في قطر في كأس العالم، في الواقع مؤتمرنا البرلماني ليس معنيا بهذه القضية. لقد شجبوا ما فعلته قطر، لكن هذه الأحداث حينما تحدث وتتكرر في وجهها يجب أن نبدي التضافر، وإذا ما ظللنا صامتين فنحن نسمح لهم بترسيخ هذه الإساءات. يجب أن تتصدى إفريقيا لمؤازرة قطر والعالم العربي، ويجب أن يتضافر العالم العربي في وحدة، وندعو العالم العربي أجمع بأن يتحلى بالوحدة. إن بعض الانقسامات قد هي موجودة الآن، وذلك على إثر الممارسات الاستعمارية التاريخية، وأود أن أذكر البرلمان العربي بأننا في البرلمان الإفريقي لدينا مذكرة تفاهم ما بين برلمانينا، البرلمان العربي والإفريقي، وقد وقعت في 13 من مايو. مع الأسف لم تكن مفعلة كما هو مفترض لها، تعتبر لا تزال مكتوبة على الورق. يجب أن تتعاون مؤسستان من خلال تبادل الخبرات، ويجب تقديم التدريب للعاملين، ويجب أن نعد
للمؤتمرات التي نتحدث فيها عن إنجازاتنا المشتركة. ويجب أن ندعم أيضا اللغة العربية، فهي من ضمن اللغات الرسمية المعتمدة في الاتحاد الإفريقي، وهي بالفعل مقرة في برلمان الاتحاد الإفريقي. لديكم الحرية أن تلقوا أي خطاب باللغة العربية في البرلمان الإفريقي. أود أن أنتقل سريعا وأعرج لكي أتحدث عن القضايا المشتركة مثل الأمن الغذائي. تدركون أن الاتحاد الإفريقي ونحن من أعضاء الاتحاد الإفريقي إن موضوع عالم 2022 وهو تعزيز الصمود في مجال الأمن الغذائي للقارة الإفريقية، وهذا يستجيب ويتفق مع المبادرة التي أطلقتها أفريقيا من أجل ضمان الأمن الغذائي. نحن بحاجة سيد الرئيس أن نفعل التعاون بيننا، فمن خلال برلماناتنا ولجاننا البرلمانية يمكن أن نلتقي سويا ويمكن أن نتناقش حول هذه القضايا المشتركة. دعونا نلتقي لنتناقش سويا حول كيفية مجابهة قضية الأمن الغذائي، لكن ما من قارة في العالم من شأنها أن تضمن الأمن الغذائي للكرة الأرضية أفضل من القارة الإفريقية. لدينا أخصب تربة ولدينا أفضل الأراضي الزراعية، ومع ذلك لا يزال الاستثمار في الزراعة منخفضا إلى حد كبير. وبصدد قضية الإرهاب، دعونا أثناء وجودنا هنا نحاول أن نتناقش حول هذه القضية. سيد الرئيس، إننا الآن نقر أيضا قانونا بشأن الأمن الغذائي، ونحاول أن نتشاركه مع كل الدول بحيث يساعدنا على التصدي لقضايا الأمن الغذائي بالتعاون مع الآخرين في أرجاء القارة. 60% من الأراضي الإفريقية صالحة للزراعة، لكننا لا نستغل هذه النسبة، لكن دعونا نفعل كل ما كنا ندعو إليه. فبرغم كل المعادن وكل الموارد الطبيعية التي تتمتع بها القارة، لا نستفيد من هذه الثروة. نحن ندعو العالم العربي إلى أن يتطلع لإفريقيا كمجال الاستثمار. لقد حان الوقت، تعالوا إلى إفريقيا واستثمروا في الزراعة واستثمروا في مجال التعدين. فحاليا كما تعلمون الثروة المعدنية تذهب إلى الدول الغربية من خلال استغلال شركاتها للثروات المعدنية، وأهم الأنشطة التعدينية تقع تحت سيطرة الشركات الغربية. قليل من الدول العربية هي التي تستثمر في هذا المجال. هل يمكن أن نلتقي سويا من خلال برلماناتنا ونحاول أن نزيل أي عقبات وأي عراقيل من شأنها أن تعرقل استثمار العالم العربي في قارتنا؟ دعونا نزيل هذه العقبات وهذه العراقيل. وقبل أن أختتم كلمتي، أود أن أقول أننا بينما نمضي قدما، دعونا نتطلع ونرى كيف يمكن أن نعزز التعاون فيما بيننا بحيث نبني اقتصادات قوية وصامدة، ونتطلع إلى جامعة الدول العربية لأن تساعدنا في كيفية مناقشة قضية الزراعة والأمن الغذائي. نحن بحاجة إلى التعاون من أجل ضمان الاستدامة في قطاع الطاقة أيضا. فأعلم أن موقف الطاقة في أفريقيا يواجه أمرا يشبه الكارثة. في الختام أود أن أقول، رجاء دعونا نتعاون في مجالات البنية التحتية، الطرق وأمثال هذه المجالات. نحن بحاجة إلى الخروج بسبل مبتكرة من شأنها أن تعزز اقتصاداتنا معا. كل هذه التدابير يجب أن تتخذ، وذلك في سياق خارطة طريق تشمل أجندة إفريقيا 2063 ومنطقة القارة التجارية الحرة.
من شأن تنفيذ خريطة الطريق كهذه أن تضمن لنا تحقيق التنمية. أختتم بقولي نعم، يمكننا أن نتحدث ونتناقش. إذن الأفعال أفضل من الأقوال، إذا تعهدنا بأمور فمن الأفضل لنا أن نفعلها، فلنتبع الأفعال بالأقوال. شكرا جزيلا. Speakers of our parliaments, council and councillors, on behalf of you, and on behalf, speaking of myself, I'd like to express thanks and.